يا شباب خدوا البسوا هدول لشوف، يلا عليهم دهان بس نضاف. ما انكم شايفين البقعة اللي على الأرض؟ ما بدي شوف ولا بقعة دهان على الأرض، فهمتوا؟ ولا بقعة، لأنه أنا اللي رح نضيف وقتها. يعني رجاء لا تشتغلوا من أفا إيديكم، اشتغلوا لا تلهوا. ماشي عمي، بتعرف هي مو أول مرة بشتغل بالدهان ودائما شغلي نضيف، بس هالولد أول مرة بشتغل بالدهان، بتشوف كيف رح يعبي الدنيا دهان، نبهوا إله. بالله شو؟ كأنه معادلة كيمياء، بدها كتير شطارة يعني؟ لا تشغل بالك عمي. أنت ليش أجيت؟ مو عندك مدرسة؟ أنا تركتها، رحت لأشتري كتب، لقيتهم غاليين فما حبيت أطلب من أبي. هي يلا برشو، أنا رايح على شغلي. يعطيك العافية عمي. شو رأيكم نساوي شي حفلة؟ إيه ما صار لنا زمان، منسميها أهلاً بالشتوية. ليش بقى؟ مو بس بدنا حجة لنساوي حفلة مثل البقية، أهلين بالصيف أو داعن للربيع. أنتم ملاحظين نحن عم نساوي حفلات مشان كل شي، مو أحسن ما نضل نساوي حفلات مشان نفس المناسبات؟ لا. لا أيوة، مين هدول؟ هدول أولاد الخالة خديجة. مين هاي؟ أنت قصدك هديك المرأة اللي بتنظف لكم البيت؟ شفتهم مرة لما أجوا أخدوها، هلأ تذكرت. ميليسا، هداك عم يتطلع عليكي. بس عم انت عاكف بهيك؟ لا بس عم اتطلع عادي. لا تتطلع واشتغل، ما إلك شغل مع هيك بنت فلا تتطلع. فظيع هالولد، ضحكني كتير. شو عم يصير يا بنات؟ ليكونوا هالأغبياء عم يزعجوكم؟ رجاء لا تحكي عنهم أغبياء، بعتقد إنه نحن يلي زعجناهم. يلا امشوا. أنا ما دخلني، بس الظاهر طار عقلهم بهداك الولد الغد. عن جد أنتو جنيتوا على الآخر. هوف يلا امشي بلا غلاظة. وجن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek